جديدة من برنامج سما بريس نستعرض فيها أبرز الأخبار التي حملتها أوراق الصحف الصادرة لليوم، والبداية مشاهدينا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم، البداية مع فقرة بالخط العريض ونستهلها بما حملته الصحافة السورية لليوم، ونبدأ من صحيفة الثورة والتي عنونت: الخارجية: سوريا تقرر قطع العلاقة الدبلوماسية مع أوكرانيا عملا بمبدأ المعاملة بالمثل. وعنونت أيضا: صب خلال لقائه السفير الجزائري بدمشق تعزيز العلاقات والزيارات البرلمانية بين البلدين. أما صحيفة الوطن السورية فاجأ فيها لليوم: اتفاق استراتيجي للطاقة بأربعين مليار دولار بين إيران وغازبروم الروسية. وبكين: زيارة بيلوسي لتايوان تنتهك مبدأ الصين الواحدة وسنتخذ إجراءات حاسمة. وبالانتقال إلى صحيفة الأخبار اللبنانية نقرأ ما جاء فيها لليوم: قمة طهران جبهة بديلة بوجه الغرب، واليورو يستعيد أيامه السوداء، أوروبا ترتقب الكارثة. والآن جولة سريعة في أخبار الصحف الأجنبية، والبداية من صحيفة The Washington Post والتي عنونت: بايدن يبحث إعلان حالة طوارئ مناخية في الولايات المتحدة هذا الأسبوع. أما صحيفة The New York Times فكتبت: بايدن سعى في جدة لإبعاد الصين وروسيا عن المنطقة. وبالانتقال إلى الجارديان البريطانية: التغيرات المناخية ستجعل من بريطانيا حماما ساخنا والحياة في مدنها لا تطاق. وأخيرا مع صحيفة البايس: رغم الأزمة مدريد تخفف التوتر مع الجزائر، بلد غازي موثوق منذ 26 عاما. والآن مشاهدينا ننتقل إلى فقرة الرياضة، والبداية من صحيفة ماركا الإسبانية والتي عنونت لليوم: تطورات انتقال دي باول إلى توتنهام، وريال مدريد سيربح 360 مليون يورو سنويا. ومن إسبانيا إلى إيطاليا لنقرأ ما جاء في صحيفة كوريري دولو سبورت والتي عنونت: أسباب تعاقد بايرن ميونخ مع ماتياس دي ليخت. وجاء فيها: الميلان يخطط للتعاقد مع بيانيتش. هل يساوي دم خاشقجي برميل النفط؟ عنوان مقال نشرته صحيفة الثورة المحلية، وجاء فيها: الولايات المتحدة التي رفعت قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في اسطنبول عام 2018 كجريمة إنسانية تستوجب المحاسبة، وأعلنت أنها ستجعل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يدفع الثمن باعتباره من أمر بقتل الصحفي المذكور. باعت القضية بثمن برميل نفط على مدى أربع سنوات، أعلنت واشنطن ولي العهد السعودي مسؤولا عن مقتل خاشقجي، ونعتت السعودية بالدولة المنبوذة حسب وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى أن جاء قراره بالزيارة السعودية على خلفية الحرب الروسية الغربية في أوكرانيا بحثا عن مصادر بديلة للنفط والغاز الروسي، بعدما فرضت واشنطن ومعها دول الناتو العقوبات ضد موسكو وارتفاع أسعار الطاقة بشكل جنوني ما يهدد الاقتصادات الغربية. ملايين الأشخاص قتلوا برصاص وصواريخ الجيش الأمريكي على مدى العقود الماضية، ولا تزال واشنطن ترتكب المجازر ضد شعوب العالم، ولا سيما في سوريا والعراق وليبيا واليمن وأفغانستان، تحت يافطة نشر الحريات والديمقراطية ومحاربة الدكتاتوريات، في حين تمارس الإدارة الأمريكية أبشع أنواع الدكتاتورية ضد دول وشعوب العالم. هذه هي واشنطن، لا قيمة للأخلاق وحقوق الإنسان أمام مصالحها السياسية والاقتصادية، تبيعها في بازار السياسة عندما يحين الأمر. وقضية مقتل خاشقجي لا يمكن أن يكون سعرها أكبر من فتح أجواء السعودية أمام الطيران المدني الإسرائيلي أو رفعها إنتاجها اليومي من النفط لدعم سوق النفط في واشنطن وأوروبا. والآن مشاهدينا ننتقل إلى فقرة صحافة العدو، حيث كشفت صحيفة هارتس الصهيونية
عن استعداد جيش الاحتلال لاشتباكات محتملة مع مستوطنين أعلنوا عزمهم إقامة بؤر استيطانية جديدة بالضفة الغربية. وبحسب الصحيفة الصهيونية، وجه مستوطنون الدعوات للمشاركة في إقامة البؤر الاستيطانية، فيما دعت حركة السلام الآن اليسارية الإسرائيلية للتصدي لهذه المحاولات. وتأتي المحاولات الاستيطانية بعد انتهاء زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة وقبيل الانتخابات العامة الإسرائيلية المقررة في 1 نوفمبر تشرين الثاني المقبل. وفي فقرة تويتر لليوم نتناول تغريدة تحت عنوان: لماذا تلجأ للعقاقير المضادة للاكتئاب بوجود التفاح؟ وفي التفاصيل، نشر أحد علماء الصحة النفسية دراسة بريطانية حديثة مفادها أن تناول تفاحة واحدة بشكل يومي يساعد في محاربة الاكتئاب ويحافظ على الصحة العقلية للإنسان. كما حلل الباحثون بيانات تشخيص تم جمعها من حوالي 430 شخصاً لمعرفة كيف أثرت عاداتهم الغذائية في صحتهم العقلية، حيث أظهرت أن الأشخاص الذين تناولوا 5 قطع من فاكهة التفاح الموصى بها كل يوم كانوا أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب، إضافة إلى أن صحتهم العقلية جيدة. وخلصت التغريدة إلى أن الفوائد الإيجابية للفاكهة يمكن أن يكون مرادها إلى أن الناس يتناولونها نيئة، وهو ما يجعلها تحتفظ بفوائدها مثل مضادات الأكسدة الحيوية والألياف والمغذيات. السجن لامرأة أجرت أكثر من 150 اختباراً للقيادة. عنوان خبرنا اليوم في فقرة الصفحة الأخيرة: ألقت السلطات البريطانية القبض على امرأة بتهمة انتحال شخصية سائقين بهدف إجراء اختبار القيادة بدلاً عنهم، وذلك بإجراء ما يقرب من 150 اختباراً نظرياً وعملياً للقيادة نيابة عن سائقين آخرين بين عامي 2018 و2020. وبعد إحالة السيدة للقضاء، تبين أن السيدة المذكورة كانت تجري اختبار القيادة عوضاً عن مقدمي طلب الاختبار الذي يجدون صعوبة في التحدث باللغة الإنجليزية، وكانت تتنكر في كل مرة بزي مختلف لا يشبه الآخر. وقالت كارولين هيكس من وكالة معايير السائق والمركبة إن التحايل على اختبارات القيادة يعرض الأرواح للخطر، لذلك لدينا أساليب مطبقة لاكتشاف عمليات الاحتيال، وستحكم السيدة بالسجن لمدة 8 أشهر، وذلك لخداع الحكومة أكثر من 150 مرة. وبهذا نطوي أوراق الصحف الصادرة لليوم. إلى اللقاء.